ظهرت في الفترة الأخيرة الكثير من الشركات الكبرى التي قامت بتشجيع موظفاتها على تجميد بويضاتهن، واقترحت عليهن تحمل النفقات حتى يتفرغن كليا للعمل ولا يخسرن في نفس الوقت حقهن في الإنجاب. فكيف يتم تجميد البويضات ومتى يتم اللجوء لهذا الحل؟ وما هي درجة رواجه في المجتمعات؟ منذ حوالي 7 سنوات يعني بدأ الوعي في المملكة العربية السعودية بشأن تجميد البويضات. ما هو تجميد البويضات؟ هو أن ترغب كثير من النساء في هذا العصر بتأجيل خصوبتهن لأسباب طبية، إما أن تكون بسبب العلاج من إحدى الأمراض مثل السرطان، أو لتأخير قرار الإنجاب بسبب المهنة أو الوظيفة. طبعا كلام كثير والحديث يطول شرحه، ولكن عشان كده الضيفي في الاستوديو الدكتور حمد بن علي الصفيان استشاري العقم واطفال الانابيب ورئيس جمعيه العقم والانجاب. اهلا وسهلا فيك دكتور حمد. اهلا استاذه عبير. اهلا استاذه غزير. اهلا دكتور حمد. بدايه لو تشرح لنا كده اليه تجميد البويضات كيف تتم؟ تجميد البويضات تتم عبر طبعا المبيض مؤهل انه يطلع بويضه واحده فقط كل شهر للانجاب او للاخصاب. بقي البويضات تكون لها وظائف كثيرة، من الحفاظ على هشاشة العظام وتكوين العظام على شخصية المرأة، لها وظائف كثيرة. صح. فإحنا طبعا التجميد ما بيكفي أنك تجمد واحدة، فتضطر أنه من ثاني أيام الدورة تعطي إبر منشطة عساس تحفز أكثر من بويضة. الطبيعي أنه يطلع 6 إلى 12، كل ما زاد العدد زادت الفرصة، فممكن نعملها على عدة مراحل. استغراق تنشيط المبيض يأخذ 2 أسبوع تقريبا، بعدين نجمع العينة في غرفة العمليات المتصل بالمعمل مباشرة. طبعا للغير متزوجة نعملها خلال البطن، هي زي سحب الدم يعني ما فيها بيج ديل ولا أمور صعبة. بالنسبة للمتزوجة عادي مهبليا ويتارجت المبيض وتسحب البويضات. تتم عن طريق إيش؟ إيش الآلات المستخدمة فيه؟ والله في الصور لو سعفتيني فيها وريك إياها. أوكي. في طريقة الجمعها بعد التحفيز. هذا إيه دكتور؟ هذه في المعمل هنا يفرزوا من السائل حق البويضة، يشوف البويضات وهذه الحافظات اللي تقدر تحفظ البويضات فيها إلى سنين عدة، يعني أكثر من 10 سنوات، تصل إلى 25 سنة. يمكن سمعت الأخبار أنه واحدة حملت بعد 25 سنة من صحيح. التجميد صحيح. البويضات كمان تطول أكثر وما يسيبها تلف دكتورة، يعني تقعد 25 سنة. لا الآن قديما صحيح، قديما كان الفريزنج التجميد اللي هو تحت الصفر هذا يعمل دمج و تهتك في جدار البويضة. الآن استبدل بعملة عملية التجفيف يسمونها فيتريفيكيشن، تجفف البويضة عشان كده تقعد في حالة زي الطبيعي أبدا، حتى ما تتأثر. نعم السيرفايفل حقها هذيك الأول كانت أقل من 40%، الآن 90% أن البويضة تعيش لسنين إلى تصل إلى 20 سنة، ونسبة الحمل فيها تكاد تضاهي الطبيعي. نعم. فتقدم فيها في السنوات الأخيرة خاصة السنتين الثلاثة هي اللي شجعتنا نركز على العملية هذه. جميل. طيب دكتور حمد، آلية التجميد في البويضات هي نفسها المتبعة في آلية تجميد الحيوانات المنوية؟ الحيوانات المنوية لا، بس نفس الأجنة. الحيوانات المنوية لا زال تجميد، لا زال تجميد تحت الصفر. أيوة. بينما لأنها تتحمل. ايه؟ بينما الأجنة والبويضات رقيقة فما تتحمل التجميد، تتحمل التجفيف اللي يسمونه التزجج فيتريفيكيشن. أوكي. غير الفريزنج، الفريزنج ياخذ مراحل، بعدين الفيتريفيكيشن ما ياخذ غير 10 دقائق ربع ساعة انك تحافظ عليها وترجع السوائل لها وتكون كما كانت من قبل. طب خليني اسالك دكتور حمد، لنفترض على سبيل المثال جتك سيدة وقالت انه انا حابة اجمد مثلا بويضات لمدة 10 سنين. نعم. وتم التجميد الى مدة 10 سنين، بعد ال10 سنين كيف يتم التلقيح؟ كيف يتم تلقيحها بالسائل المنوي؟ نعم. كيف يعني عشان نعرف بعدين ايش الانتاج؟ نعم، الوقت اللي تبغى تستخدمه فيه تكون يعني بالسابق غير مرتبطة، بعدين صارت مرتبطة بعيد عنا وعنكم المسلمين، انه تكون تعاني من مرض السرطان زي الثدي او القولون واخذت اشعاعي وكيماوي جمدت قبل. لأن الكيماوي والإشعاعي أول حاجة يدمرها هي البويضات والحيوانات المنوية عند الرجل. نعم. فالحفاظ عليها قبل هذه أو قبل تجاوز العمر المعين يخليها في حالة، مثلا واحدة جمدت عمرها 25 سنة، عمر البويضة يكون 25. ممكن تحمل 40،
فما تتعرض إلى تشوهات أو إجهاضات، لأن عمر البويضة هو المهم. الرحم يحمل إلى سن متأخرة لأنه مجرد وعاء، فالبويضات لما نجي نفكها تكون الزوجة تجي اليوم 14 أو 15 من الدورة، نطلع البويضة من الحاضنة ونأخذ الحيوان المنوي بعملية المجهر تلقح، نتركها لما تتلقح 5 أيام وتعاد إلى الرحم وتغرس. نسبة الحمل فيها تصل إلى 50% إلى 60%، يعتمد على ظروف الحيوانات المنوية والبويضات. عشان كده ممكن أنتم مثلا تاخدوا أكثر من بويضة في حال لا قدر الله لو فشلت التجربة الأولى يصير في مجال التجربة الثانية، أو إذا تبغى تحمل مرة ثانية. فإحنا كل ما زاد العدد يعني كان أفضل، على أساس كده أحيانا نضطر ناخد على أكثر من مرحلة. طيب دكتور حمد، إحنا الآن حنعرض الصور اللي نبغاك تشرح لنا فيها آلية تجميد البويضات وكيف بتصير. ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا شيء علم علم أيوة جديد من جديد، يعني تشكروا عليه لأنه فعلا بتخدموا فيه البشرية. طيب الصورة الأولى هذا المبيض، بداية التنشيط زي ما قلت تستغرق تقريبا 12 يوم. نعم. بعدين الإبر اللي تأخذها السيدة الآن صارت، كانت أول مضاعفات فرط استجابة متعبة الإبر، الآن صارت تحت الجلد وتأخذها بنفسها، فالمضاعفات حقتها تكاد لا تذكر، مش زي قديما استثارة لبطانة الرحم وتضخم، صارت الأعراض الجانبية قليلة. بعدها تجي عملية سحبها زي ما قلت، إذا كانت غير متزوجة أو ما سبق لها زواج من البيض مباشرة، إذا كانت لا متزوجة مهبليا. جميل. تأخذ على طول توضع في المعمل، تجمد خلال ربع ساعة، تجلس في المعمل سنين، والعقد حق التجميد لازم يجدد كل سنة أساس ما يشغل حيز على المعمل وتكون ما لها رغبة بعدين. صحيح. فلازم العقد يجدد سنويا. العقد طب عفوا خليني أسألك هنا، يعني قصدك مع تجديد العقد السنوي لازم مثلا أنها تضع بويضة جديدة مثلا؟ لا، ولا نفس البويضات بس تقول يعني أنها لها رغبة أنها تحافظ عليها. جميل. طب دكتور لما تجوا تأخذوا البويضة مثلا من السيدة، ما في مثلا إجراءات تفحص البويضة لا قدر الله مثلا يكون في خلل جيني، خلل وراثي، تشوهات؟ نعم. ولا بس مجرد أنكم أنتم تأخذوا البويضة وتحتفظوا فيها؟ نأخذ البويضة نحتفظ فيها، لكن لما نجي نرجع الجنين أوكي نأخذ الحيوان المنوي نحقنه، ينقسم البويضة الملقحة إلى 12 خلية 16 خلية اليوم الخامس، نأخذ منها خلية ونفحصها، البويضة الملقحة هذه اللي هي جنين هل هي مصاب أو سليم؟ إذا مصاب، مصاب إيش؟ زي متلازمة داون أو شيء، فما ترجع إلا الجنين اللي يكون جيد، لأن بعض البويضات تكون كويسة لما تلقحها بالحيوان المنوي تبدأ الكروموزومات حقها تكون غير صالحة، فأفضل يعني أنك تخليها إلى اليوم الخامس من عملية التلقيح. يعني قبل يتم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي قبل ما يتم وضعها أو إعادتها بالضبط، وفحصها جينيا انها الكروموزومات طبيعية قبل ارجاعها للرحم. نعم. طيب احنا تكلمنا انه الاشخاص اللي بيعانوا من مرض السرطان بسبب العلاج بيكون يا كيماوي او اشعاعي، لو تقولي ايش هي الامراض الثانية اللي تؤثر على البويضات او الحيوان المنوي لدى الرجال والسيدات؟ طبعا السرطان هو سرطان الثدي، يصل الى 125 حالة جديدة كل سنة من 100,000، يجي بعده سرطان الرئة. نعم. يجي بعده سرطان القولون والمستقيم، يجي بعدها سرطان المبيض أو بطانة الرحم أو الغدة أو الدرقية أو عنق الرحم، فهذه تحتاج إلى علاج إشعاعي وكيماوي. هذه نقدر طبعا، قد يحدث أيضا هذه الأمراض خاصة اللوكيميا والورم الدماغي عند الأطفال اللي قبل البلوغ. هذه ما تقدر يتجمد بويضات، الآن العلم تقدم أن احنا نقدر نشيل جزء أو المبيض ونجمد المبيض كاملا. جميل. وبعد البلوغ وبعد ما تتزوج نقدر نغرسه في الرحم، يسمونه ترانسبلانت، نفس مبيضها نرجعها لها ويبدأ فانكشنينج. في حالات مذكورة أكثر من 100 الآن ولادات من مبيضها اللي حفظ وبعدين أرجع لها، فما تحتاج تبرع بالبويضات. الأمراض الأخرى مثلا واحدة تكون عندها مرض نفسي، مرض تحتاج تأخذ له مدة طويلة زي الروماتويد أو شيء، جرعات أدوية عالية جدا، فالمرض بحد ذاته ما يأهلها أنها تحمل وتلد وتربي طفل، فتبغى تأجل المشروع. تكون مثلا هي متزوجة في سن متأخرة وبتعدي 40، تقول لك أنا بدل ما أحمل وأنا في حالة نفسية أو حالة صحية لا تسمح لي، ولا استنى لما تضعف البويضات عددا ونوعية، أحفظها. أحيانا تكون الظروف للزوج،
يكون زوجها يمر بحالة صحية أو نفسية صعبة ولا يقدر يعطي العينة، فما تقدر تلقح نجمد أجنة، فنجمد البويضات على بال ما يشفى زوجها وبعدين تكون البويضات عندها، فما يتغير عليها ما يفوت عليها الزمن أو القطار. أنت بتقول إنه العمر عادي أي وحدة تقدر تحمل الرحم، لكن البويضات البويضة لازم قبل الأفضل سن اللي هو يعني في العشرينات إلى بداية الثلاثينات، بس ما دام إذا عندها إنتاج من البويضات ما عندنا مشكلة، بس كل ما تقد يعني كان مبكر كان نوعية البويضات وعددها أكبر. طب دكتور إذا وحدة مثلا أريد عندها خلينا نقول التبويض مرة ضعيف، وحتى مثلا لو حاولت انك انت تعطيها ادوية وكذا بس مثلا التبويض عندها جدا جدا ضعيف، متى ممكن يعني متى ممكن انك انت تقدر تاخذ منها البويضات حتى لو انك انت اعطيتها الابرة دي اللي انت بتقول عليها بس ما في غير بويضة واحدة؟ البويضة واحدة احنا نعمل حاجة يسمونها الدورة العلاجية الطبيعية بدون منشطات، بدون منشطات اللي هي ناتشرال سايكل، هذه حتى التكلفة يوزعونها لها تقديرا لظروفها، كل مرة تسحب بويضة، تجي اليوم الرابع عشر بدون أي منشطات تسحب واحدة ثنتين على مدى يعني عام، لأن ما ماخذ منشطات ممكن تعملها شهريا لما تجمع لها كمية قدر المستطاع، لأن أحيانا البعض زي ما قلتي اللي عندهم المبيض ضعيف لما تعطيهم منشطات يجيب أثر عكسي بالضبط، حتى البويضة اللي كانت تطلع تبطل تطلع، فنعمل معاهم ناتشرال سايكل بدون أي منشطات، تيجي اليوم الرابع عشر قبل انطلاق البويضة نسحبها وكذلك الشهر اللي بعده واللي بعده. وذكرت أنت دكتور حمد أنه ما في تلف في العملية، أنه لا سمح الله طريقة تجميد البويضة مثلا أو إذا كان الحيوان ما فيها تلف يعني مع الفترة اللي بتمر عليها؟ لا، لأنه قديما زي ما قلت لك التجميد إلى تحت الصفر يسوي بلورات الثلج تكون البويضة رقيقة فما تتحمل، حتى لو تحملت لما تجي تحقنها بالحيوان المنوي ما تتقبل. صحيح. الآن الفيتريفيكيشن غير الرسم، عشان كده احنا بدينا نركز عليه في السنتين الأخيرات. نعم. لمرضى السرطان أو الاجتماعية أو ظروف الدراسة أو المهنية. نعم. أنه المرأة عندها حرية الاختيار، أو اللي تكون لسه ما قررت الارتباط أو ما تبغى ترش، فهذه يعطيها الفرصة ما دام النتائج الآن السيرفايفل يعني أنها تستمر البويضة من 80 إلى 90%، قديما ما كانت تصل 40، نسبة الحمل تكاد تضاهي الحمل الطبيعي أو أقل ب 10% لا أقل يعني لا أكثر. فخليني أسألك مثلا تم تجميد بويضة، ما يحصل مثلا لما تجي تلقحها بالحيوان المنوي وتوضع في الرحم، ما بيحصل مثلا أي شيء خطأ معاكم؟ يعني مثلا إيش هي سلبيات هذه عملية التجميد؟ سلبيات عملية التجميد من ناحية الأمان هي 100%، أنا نادرا أقول شيء في الحياة 100%، بس الإجراءات اللي تتخذ أنه كل حاضنة للمرأة الفلانية أو الأجنة للزوج والزوج الفلانية فيها دقة متناهية من ناحية رقم الملف، رقم بطاقة الاي دي، اسم الزوجين، لما تفتح تكون في شهود أبدا. أوكي. يعني أنا اللي في الشغلة أكثر من 20 سنة يعني ما أذكر كان في اشتباه، حتى لما يكون في احتمال أن الأسماء متشابهة هذه تجي في شهر وهذه شهر آخر على أساس ما يكون في أي مجال. ممتاز. واللي يدقق طبعا مدير المعمل طبيبها، يمكن تمر على 5-6 وشهود وفي كاميرات على طول الوقت طبعا، لأن هذه مسؤولية طبعا. طب دكتور حمد بحكم أنك أنت لك بتقول أو موضوع تجميد المبيضات له 7 سنوات الآن في المملكة، في إقبال من السيدات السعوديات على حكاية تجميد البويضات؟ في الآخر سنتين بالقبل كانت بس مرضى السرطان اللي بيحولوها علينا المستشفيات. صحيح. اللي بتعالج سرطان. صحيح. سواء أطفال أو أدلت أو بالغين، لكن السنتين الأخيرة بدأ يصير في وعي أنه المرأة تغير دورها لله الحمد لله الإيجابي. صح. الآن تقول لك أنا ما أبغى بس أستعجل في ارتباط وكذا في وقت غير مناسب أو أكون غير مؤهلة، كانت المشكلة هي لما أحمل في سن متأخرة تزيد عملية الإجهاض. صح. تشوهات الجنين، لكن لما أحافظ على يعني مو أني أخذها كبطر بس كحاجة. صح. إيه، فأني أقدر أأخر المشروع هذا بدون ما أقلل فرصتي في الإنجاب،
قديما كانت مثلا احنا لما يكون اللي بيحولونهم علينا مثلا اللي بتحتاج اشعاع او عمليه الثدي نقدر خلال شهرين ما ناخرها كثير ناخذ البويضات سريعا او جزء من انسجه هذه وتبدا علاجها بامان وهي عارفه انها ما خسرت حظها او نصيبها من الانجاب انها تكون ام. طيب سؤال الاخير لك دكتور حمد، كيف تشوف الحملات التوعويه بالثقافه الصحيه عندنا كيف تساعد بزياده الوعي كمان عند المرضى؟ اولا معرفه اهميتها ودورها، الثاني انه الناس اعداء لما يجهلون، البعض يقول لك انه التنشيط والاشياء لها مضاعفاتها، يجي ولد غير طبيعي او طفل هو تماما مثل الطبيعي، اللهم انه اللي بيصير داخل انبوب الرحم بيصير انبوب المعمل آمنة. وبعدين الآن في أكثر من 5-7 مليون أطفال من أطفال الأنابيب سواء من المجمد أو الطبيعي حياتهم طبيعية لا يفرق عن هذه، والدقة في هذه الأمان فيها لأن الناس بعضها تكون عندها تحفظات، أنا أكون يعني أؤكد أنها 100% لو في أي اشتباه لا تتم العملية. لا تتم العملية. جميل جدا دكتور حمد بن علي الصفيان استشاري العقم وأطفال الأنابيب ورئيس جمعية العقم والإنجاب، شكرا لتواجدك معنا. العفو، شكرا عبير، شكرا فزر. شكرا دكتور. مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع نكمل.